السلام عليكم مشاهدينا الكرام. مشاهدي شفت في واحد الموضوع مهم في الضرارة، هو هاد الشاحنات او رموكات اللي مبلاصين على اليمين وعلى اليسار في حي مراد وحي سدري. ردوا بالكم راه رموكات بلاصي راه ما تيبانوش، رموك هو اللي تسبب في وفاة اللاعب الوداد البيضاوي الله يرحمه فولوح. يعني هاد الرموكات هما كتشوفوا امامكم حتى حاجة ما تتبان. ردوا بالكم، ردوا بالكم، كاين واحد الرموكات على اليمين وعلى اليسار راه ما تيبانوش. شي حاجه ما تتبان، الله يلطف بينا وصافي.